انا هقول لحضرتك حاجه، مثل جميل جدا. كنت في معرض الكتاب قبل الثوره، اخر معرض كتاب يناير اللي قبل الثوره، فلقيت كتاب مكتوب عليه ووتر، كتاب طبي في مجموعه الطب يعني، وكان ب 180 دولار. كان الدولار اياميها ب 6 7 جنيه 7 جنيه 6 7 ما تزادش عن كده. قعدت احسبها وبعدين لا يا شيخ ده كتير، لا يا مش عارف ايه. قعدت لحد غلبتني شهوه العلم عن شهوه المال فاشتريته. كم صفحه؟ 2000 صفحه. ده مجلد بقى، مجلدين ثلاثة. هو تو فوليوم. ألف وألف. حلو. بس ممتع. بيتكلم كله حول نقطة واحدة. كلها. حضرتك دلوقتي كوباية الشاي دي فيها سكر. أنا دقتها مستطعمها. صح؟ تمام. حطيت لك عليها مية. تدوقها مسخة. راحت حاجة. طب أنا شلت السكر؟ لا. انا بوظت السكر بالتخفيف. ظاهره التخفيف. تمام. طب ما الجسم كده ويموت، والانسان يموت. لو شربت كوبايه ميه هتخش في الدم، الصوديوم اللي كان 140 هيبقى 130 بالميه زي السكر، والجلوكوز هيخف والبوتاسيوم. ربنا عامل اكثر من ميكانيزم، اكثر من 16 ميكانيزم الكتاب بيتكلم عنهم. اللي بيها اوعى تحتفظ بنقطه ميه. شربت الميه تنزل بول او عرق. الاعضاء المسؤول عن ذلك المخ والقلب والكبد والكلى. الاربعه دول. عيان الكلى يورم لانه مش عارف يخرج الميه. عيان الكبد بيجيله استسقاء. طبعا. عيان القلب رجليه بتورم لانه مش عارف يخرج الميه. اللي في حته معينه في المخ ممكن يعمل له كارثه انه يخفف الصوديوم ويموت. صحيح. تمام. فالكتاب بيتكلم عن الميكانيزم انك انت ما تحتفظش بالميه. مش انا اللي احتفظت، ربنا اللي ربنا يعني انه عامل لك يعني. سبحان الله. مع ان يقول لك اشرب ميه طول النهار بس في ضمان انها بتخرج. عمرها ما هتقعد. ده لو قعد تبقى كارثه. صحيح. كارثه. ومحدش فكر في النقطه دي يعني. المهم خلصت الكتاب، خلصت بحوالي شهرين مذاكره وتخطيط وتلخيص وسلايدز عشان ايه ناوي اقوله. انا ما بخلص كتاب وافهمه اسجد لله شكر. اتعلمت حاجة حلوة. سجدة شكر. دي مقدسة يعني في أي حاجة أفهمها. لأن أنا اللي عمل لي مخي ده ربنا، مش أنا. مش أنا اللي خدته ورتبته وقلت أنا ذكي، لا. يا واحد طالع كده وواحد طالع كده. وكان المغرب بيدنا الأستاذ محمود، نزلت أصلي المسجد جنب بيتنا. أقسم برب الكعبة لقيت الكتاب كله الراجل قاله الإمام في أربع كلمات. ورب الكعبة في أربع كلمات كتاب كله. وأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. سلام. فآدي الألفين صفحة في أربع كلمات. إن هو ده بقى إيه اللي حببني في هذا الشيخ الغزالي.